يا ابني يا ابني يا ابني ما تبطل الدوشة اللي انت عاملها دي، اطفي الهباب ده. ايه يا دولا مش عاجبك ما تسمعش يا عم؟ مش عاجبك ما تسمعش وبتبوق معايا كمان؟ ولا غير المحطة يلا. ايه يا دولا هو ده يا عم ما بيطفيش ولا بيعلى ولا بيوطى. غير المحطة بقول لك. يا عم بقى له اسبوع لازق في المحطة دي. الله بتقول ايه؟ والله يا فندم انا جاي بس علشان انت جاي منين؟ ده المحطة اتغيرت. شفت يا دولا؟ اسكت بقى اسكت بقى بس اسكت بقى. بس يا دولا انا عايز المحطه دي بقى. انت بتنقي. اسكت 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 اسكت. مساء الخير واهلا بيكم معانا النهارده في حلقه جديده من برنامجكم تهدي اخلاق، معاكم الدكتور الشلبي شلبي. الراديو ده يلاب سبعة ارواح ولا ايه؟ ايوه دول اصل انا كل يوم بنقعه ساعتين في المايه والصابون. صباح الخير مريض العزيز. مريضي؟ اقفل يا عم. مريضي ايه؟ طبعا كل واحد فاكر نفسه مش مريض وبيقول هو مين ده اللي مريض، وبيقول كمان هو الدكتور شلبي شلبي ده خرف ولا ايه؟ ولا الراديو ده ملوش حل غير انه يترمي. هاتوا هاتوا ده يترمي في الشارع بقى. هاتوا. اوعى تكون خفت وعاوز تهرب. قول الراجل ده قصدك انت؟ بس يلا بس اسمع كلامي للآخر وبعدين قرر. ماشي تفضل يا سيدي. ايوه كده اهدى. موضوع النهاردة عن الوفاء بالوعد. جاتني رسالة من المريض عين سين صاد بيقول انه فقد ثقة اسرته فيه وانهم ما بقوش يصدقوا حاجة بيقولها وبيعتبروا كلامه تحصيل حاصل. ده لانه لازم يبقى راجل شديد في بيته، يعني مش اي كلام. صح يا دولا عندك حق. انت مالك انت مالك؟ انا شايف ان الراجل هو اللي بيوفي بوعوده. مشكلتك يا عين سين صاد بتكمن في انك ما بتوفيش بوعودك مع اسرتك وبالتالي فقدت احترامك وسطيهم. ازاي هدول الكلام ده؟ طب ما انت يا عم هون عمرك ما بتوفي بوعودك لحد يعني، وبالرغم من ذلك اسرتك كويسين الحمد لله. بالرغم من ذلك انت بتتكلم ليه؟ يلا ما تسكت يلا اسكت، خلينا نشوف الراجل بيقول ايه. احيانا الواحد بيتهيأ له انه موفي بوعوده وما عندوش اي مشكله، لكن ده مش صحيح. روح واسأل أسرتك كنت تعرف هم شايفينك ازاي. اسألهم قبل هم ما يسألوش فيك. ودلوقتي مع السلامة. مع السلامة ايه؟ مع السلامة ايه؟ والراجل جاي يقلقنا وماشي ولا ايه؟ ايه يا دولا بقى يا عم تسيبه بقى يا عم، انت ايه اللي قلقان يعني في ايه؟ ايه اللي قلقان في ايه؟ ما هو قال لي كلام يقلق صراحة، يعني ما ممكن يكونوا في البيت فعلا ما بيثقوش فيا. ما هو قال لك يا دولا روح اسألهم يا عم والمية تكدب العطشان. لا لا كده قلت ممكن ابقى انا فعلا، ممكن ابقى انا. ليه يا دولا ممكن تبقى انت ليه يعني؟ ما هو قال لك عين سين سقط. طب الراجل ده ليه ما قالش يعني عصص؟ لازم عين سين صاد. فاكر عين سين صاد يعني عصص؟ لا يلا عادل سعيد صابر عين سين صاد. يا راجل انا بحسبه اسمه عصص يعني. لا ما اي حد بيبقى له اسم حركي يلا. طب وانا دولا ليه برضو اسم حركي؟ طبعا. ازاي يا دولا يعني؟ يعني انت اسمك الحقيقي رمزي، اسمك الحركي يبقى جيم زين ميم ته مربوطه جزمه. بالظبط كده. رانيا انا كنت عايز اسالك، يعني هو انت بتثقي فيا؟ هو انت خنتني يا عادل؟ معقوله يا رانيا خنتك ايه يا ماما؟ حكايه ان واحد يخون حد ده يعني بتبقى محتاجه تفرغ، الواحد يبقى فاضي، زائد بتحتاج امكانيات وانا ما عنديش الامكانيات دي صراحه ان اخونك يعني. يبقى انت عايز تخوني واول ما هتجيلك الفرصه للصفعه هتصفع. انا عايزك تصفع عني يا رانيا لو سمعتي. خش في الموضوع يا عادل. رانيا هل مثلا انا مره وعدتك بحاجه وما كنتش على قد ثقتك بيا؟ طبعا انت عمرك ما وعدتني بالحاجه الا وكنت متاكده انها عمرها ما هتحصل. اساسا اول ما بتوعدني بالحاجه بينتابني احساس وشعور بالياس الشديد وبرفض اصلا الشيء ده انه يحصل. رانيا لو سمحتي ما توهنيش، خليكي محدده. ايه اللي انا وعدتك بيه مثلا وما نفذتوش وما كنتش على قد ثقتك؟ عادل ارجوك مفيش داعي نخوض في المخاض اللي اتخض فيه قبل كده. قصدك يعني بلاش نحكي في المحكي. ايوه. لا احكي بقى يا هانم احكي، اتفضلي وقولي لي ايه اللي انا وعدتك بيه وما عملتوش. اوكي انت اللي جبته لنفسك. فاكر يوم عيد ميلادي وما وعدتني ان انت هتجيب لي عمرو دياب يغني اليوم ده، رحت جايب لي مغني مغمور اسمه توسن. ماله توسن؟ توسن ده زي الفل. هو في مطرب زي توسن؟ لعلمك بقى انا كشاعر يعني بتنبأ لتوسن ده انه هيعدي عمرو دياب.
عادل لو سمحت مفيش داعي نتناقش في منطقة منقوشة قبل كده. منقوشة؟ بتلجأي للهجة اللبناني يعني عشان تتوهيني في الحوار؟ لا يا ماما، أنا حافظ لغات كويس. أوكي يا عادل، خد عندك دي كمان. فاكر لما قلت لك إن أنا عايزاك تشتري لي عربية؟ قلت لي على أول الشهر هجيب لك عربية 4x4 موديل السنة. حبيبتي دي ما تعتبرش وعود، دي تعتبر اشتغالات. هكس بضحك عليكي، لكن أنا عايز مثلا وعود اللي أنا بنفذها. يعني مثلا هل مرة طلبت مني ربع كيلو جبنة رومي وأنا ما جبتهوش؟ هل مرة طلبت مني نص كيلو زيتون محشي مثلا وانا اكلته في السكة وجبت لك الكيس فاضي؟ انا كده فهمت حضرتك، حضرتك عايز تنزل لقاع. اوكي انا هنزل معاك لقاع يا عادل. اخر مرة حصلت حاجة من اسبوعين، طلبت منك يا عادل ان انت تخرجني تعشيني برا، ايه اللي حصل؟ صراحة يعني كبرت دماغي وما خرجتكيش يعني. اديك رديت على نفسك. هل تعتقد يا عادل يا ابن حماتي انعام بعد كل التجارب المريره اللي مرت على مدار السنين اللي فاتت اقدر ازرع ثقتي فيك؟ وليه يا حبيبتي نلجا للزراعه اذا كان الموضوع منبت لوحده وانجلته باينه؟ تقصد تقول ان احنا محتاجين نتعامل مع الاسمده العضويه النيتروجينيه؟ ممكن ما نلجاش للاسمده، ممكن مثلا نلجا للري بالتنقيط. بس انا مش فاهمه يعني ايه موضوع التنقيط ده، ممكن تفهمني؟ يعني مثلا لو انا عزمتك في مطعم زي ما انت عايزه، هل بعد كده هتنقطينا بسكاتك؟ على حسب نوع العشاء والمكان بتاع العزومه. خلاص مكان فاخر ان شاء الله. عدد واحد، عشاء فاخر في مطعم فاخر لرانيا. اوكي. ثقة ايه اللي انت بتتكلم عنها؟ الثقة يا سناء، الثقة يعني لما حد بيبقى واثق في حد ان هو هيعمل حاجة طلبها منه ويبقى واثق ان هو يعملها له يعني. طب ما دي حاجة انت ابعد ما يكون عنها. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ انا ما بوجهش كلام ليكي. ماما انت بتثق فيها ولا لا؟ من ناحية ايه يعني؟ يعني هيكون من ناحية ايه يعني يا ماما؟ هتكوني بتثق فيا من ناحية اليمين وما بتثقيش من ناحية الشمال؟ بتثق فيا من ناحية التعامل؟ ليه يا عادل عايز تنقش في المنكوش؟ ايه الحكاية دي؟ واحدة تقول للمنقوش والتانية تقول للمنكوش، هو في ايه بالظبط؟ هو ايه اللي في ايه بالظبط؟ يعني تفضل ساكت وتسيبنا احنا ساكتين بدل ما تجيب لنفسك الكلام؟ لا أنا عايز أجيب لنفسي الكلام وأنت ما تتكلميش لو سمحتي، خلي ماما هي اللي تتكلم. يا عادل ليه عايز تفتح على نفسك فتوحة؟ افتحي يا ماما، الورق والقلم موجودين أهي، وعايز بس أعرف أنتوا في حاجة مضايقاكم مش واثقين مني فيها. ماما بصي هو اللي جاب لنفسه عمال يقول افتحوا افتحوا، اديله بقى في جنبه ما ترحموش، بس سيبي لنا الظهر والسنين. معلش يا ابني على عيني. فاكر لما كنت في ابتدائي وجبت لك كشكول وقلت لي انك انت هتخلصه على اخر السنه وخلصته قبل سنه ما تخلص؟ ماما كشكول ايه يا ماما؟ كشكول ايه؟ ماما اولا ده ما كانش كشكول، دي كانت كراسه 30 صفحه، ثانيا سناء كانت واخده لها صفحتين من النص، ثالثا انا خلصت الكراسه دي قبل ما الدراسه تخلص باسبوع، رابعا ابتدائي ايه يا ماما؟ ابتدائي ايه ده؟ انا بقيت زي الشحت جايه بتفكريني بابتدائي يا ماما. ماما قصدها ان اللي فيه طبع ما بيغيروش يا عادل. طب فاكره انت يا سناء لما وعدتك ان انا هجيب لك العقد الاصفر فازرق اللي احنا شفناه في بوتيك علا انا وانت؟ وعدتني وما جبتوش. ومش هجيبه، مش هجيبه. وعايزك بقى ما تثقيش فيا يا سناء، الغيني الغيني من حساباتك. الغيك يعني هلغي في الملغي اساسا. سناء لو سمحتي ما تتكلميش، انا بتكلم مع ماما. ماما افتكري اي حاجه تانية يا ماما غير موضوع الكشكول ده يا ماما؟ يعني في حاجه انا وعدتك بيها وما كنتش قد الثقه يعني؟ فاكر لما وعدتني انك تخرجني في المطره يوم اجازتك وما خرجتنيش وانا بحب الخروج في المطره؟ يا ماما ما هي ما مطرتش يوم اجازتي يا ماما، ساعتها بقى مش مفروض ما تثقيش فيا، مفروض ما تثقيش في الجماعه بتوع الارصاد الجويه، ليه تاخديني بذنب الارصاد يا ماما؟ ماما طيبه وغلبانه وما بتعرفش تتكلم على حقوقها، تحب اقول لك انت وعدت ماما بايه وما وفيتش بيه؟ لا ما تقوليش. لا هقول، لا هقول، لا هقول. فاكر في عيد الام اللي فات لما وعدت ماما انك تجيب لها بالطو عشان ينفعها في الشتاء؟ ازاي الحكايه دي راحت عن بالي؟ البلط الصوف ايه ده وانا ما جبتوش؟ لا بس يا ماما فاكره انا ساعتها بقى جبت لك جوانتي وكان صوف برضو. جوانتي ايه يا ابو جوانتي؟ جوانتي ايه اللي بخمسة جنيه ده من عند الفرشه اللي قدام بوتيك علا؟ ده انت كان بينك وبين البوتيك خطوتين، لو مديت رجلك كده كنت دخلت البوتيك وجبت لمامتك حاجه عليها القيمه من البوتيك الشيك. خلاص خلاص خلاص، ادي بلطو صوف انجليزي لماما. وعقد الاصفر فزرق لسناء.
ماما ما تضغطيش عليا زياده عن كده، انا مش عايز اجيب لي سلاح حاجه. ماما انا ما بحبهاش يا ماما. يا عادل عشان تثق فيك. ماشي ادي اهو اسمه ايه ده، عقد اصفر فازرق لسناء، بس هجيبه بقى من على الفرشه اللي قدام بوتيك علا. لا من مكان الشيكي وبوتيك علا. مش هجيب من البوتيك. لا بوتيك علا. من الفرشه. ماما مش عايزه بوتيك علا. يا ماما من البوتيك علا. وعودات ايه يا عادل؟ احنا ساكتنين بمزاجنا، وبلاش بقى تبلف في المبلوف. تبلف في المبلوف؟ يا نهار ابيض، انتوا بتتعلموا الكلام ده منين؟ ابي يا عادل، الثقه محتاجه وقت كبير عشان تتكون بين الطرفين. يا سلام، ده على اساس ان انت بتكلمي يعني زميلك في الجامعه طرفين ايه يا نجلاء؟ بص بقى يا عادل، احنا هنكلمك بصراحات، واوعى تفتكر ان في استغلالات. لا طبعا يا حماية، انا عارف ان انت استحاله تستغليني طبعا. من فضلك يا عادل، انا عايزه دولاب بدورين، دور لي ودور لنجلاء. وانا كمان عاوزه مرايه طويله مترين عشان اعرف اشوف لبسي كله مش نص ونص. وبعدين بقى انا عايزه اغير كل الاضاءه اللي في الاوضه واعملها اندايركت لايت. وانا عايزه ورق حيطه للاوضه. بصوا واضح ان الطلبات دي لسه مفكرين فيها انتوا دلوقتي حالا. يعني بالنسبه للاتوبيس ابو دورين. اتوبيس ايه عادل؟ انا بتكلم على دولاب. والله ما تفرق، اتوبيس بدورين، دولاب بدورين، سرير بدورين، كده كده مش هجيبه، فما تفرقش يعني. طب والمرايه المترين؟ يا نجلاء، مرايه مترين؟ هتضحك عليا انا. انت اساسا متر وخمسة سنتي، عايزه مرايه مترين تعملي قصادها ايه؟ تقعدي قصادها انت واحده صاحبتك طويله مثلا؟ طب خلاص خلينا في ورق الحيط. ورق الحيطه ايه بقى؟ هتكتبي عليه محاضرات ولا ايه؟ يا جماعه انا بسالكم، هل في حاجه انتوا طلبتوها مني قبل كده وانا ما جبتهاش؟ مش بقول لكم ايه اللي انتوا نفسكم فيه وانا مش هجيبه؟ اوكي يا عادل، في قفشات دلوقتي انا قفشتك فيها. ها؟ انت فاكر يوم وعدتني فالنتاينز داي انك هتجيب لي الكتاب بتاع الشعر الكبير قوي نايلان هتلر؟ هتلر ده بالذات ما قدرش اجيبه يا حماتي، لان ممكن يتقبض عليا بيه صراحه يعني. يبقى انت كده بقى وعدت وخلفت. خلفت فعلا، اللي خلف ما ماتش. وعدت واخلفت يعني تقصدي؟ ماشي، ما بس هجيبه ادي اهو كعدد واحد كتاب نايلون هتلر هيكلر هتلر. واكتب عندك كمان عاوزه لينسز الترا جراي اصلي. انا وعدتك بيها قبل كده دي ولا ايه؟ ايوه السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت. لينسي لينس ارتا. لا بصي، ممكن تكتبيها انت عشان لو انا كتبتها هجيب لك حاجه غلط مثلا للودان ولا بتاع. عدد واحد عشر رومانتيكي في مطعم فاخر، عدد واحد بلطصوف، عدد واحد عقد اصفر فازرق من على الفرشه، عدد واحد كتاب نايلون هيكلر. بابا عايزه ايه يا ياسمين؟ انا مش بثق فيك. ده انت سمعتينا بقى. ايوه ابو، عايزك تجيب لي البقى اللي انت وعدتني بيه. بصي يا ياسمين يا حبيبتي، بلاش 13 في الملطوش عشان ما بهدلكيش ولطوشك، ابعدي عني. لا بقى مش هبعد. اسمعنا، ماما نقشت في المنقوش، وتيتا انعام نكشت في المنكوش، وتيتا مجيده بلفت في الملبوف. الملبوف؟ يا نهار ابيض. لا طب ماشي، اتفضلي حضرتك، اتفضلي حضرتك، التوشي في الملطوش، ايه طلباتك؟ وعدتني بعجله وما جبتهاش، وعدتني بلابتوب وما جبتوش، وعدتني بموبايل وبرضه ما جبتهوش. ده احنا كده عدينا مرحله اللطش في الملطوش ودخلنا على مرحله النفخ في المنفوخ. عشان الثقه ولا ايه؟ ماشي الثقه. طب ممكن يا ياسمين يا حبيبتي يعني نقسم حكايه الثقه دي؟ ممكن نقسطها يعني ايه؟ يعني الاول اجيب لك العجله، ها، عشان ما نبقاش بنتلف في المتلوف. ابوس ايدك يا دولاب، ما توفيش بوعدك معايا. لا يا رمزي، لا 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 لا، انا وعدتك لازم اوفي بوعدي يا ابني، انا عايزك تثق فيا، ما دام وعدتك هرفدك هرفدك، لازم تثق يا ابني. يا دولاب انا مش عايز اثق فيك خالص يا دولاب. يعني ايه؟ لا 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 لا، انا لازم اوفي بوعدي وخلاص. انا وعدتك ان ارحلك على بلدكو، تذكره الميكروباص حجزتها، تاخدها وتتكل على الله، روح بلدكو يا رمزي. يا دولاب يا دولاب، ابوس ايدك يا دولاب، والنبي يا دولاب، خليك يا عم انسان منافق وكذاب وغشاش وخلاف للوعود يا دولاب، ولو لمره واحده بس في حياتك. يعني عايز نعمل ايه؟ عايز نعمل ايه؟ ابيع ضميري؟ ابيع اخلاقي؟ ابيع قيمي ومبادئي؟ اشتريهم انا منك يا اخويا، اشتريهم منك يا دولا. واذا كان على الفلوس يا عم ما تحملش همهم يا دولا.
بعملش هموم ليه؟ انت محوش ياد ولا ايه؟ دولا بقى حاجة بسيطة كده على قد ما قسمت يعني، وكنت محوشهم علشان لما تقل بأصلك بيا. اقل بأصلي يعني على اساس ارفدك. محوش بقى كام يا نصاب يا حرامي يا لص؟ هم تدولا هم تخويا 8 جنيه وربع دولا. 8 جنيه وربع؟ محوشهم من ورايا؟ يا حرام يا لص، 8 جنيه وربع، ده انا ابن عمك يا رمزي، بتسرقني يا رمزي، 10 سنين معايا في البازار ومحوش مبلغ ضخم زي كده، 8 جنيه وربع. هتعيط؟ هتعيط؟ ليه؟ انا عملت لك ايه يا ابني؟ ده احنا كلنا بنحبك يا رمزي، بنحبك وبنقعد نقول لك ارقص يا رمزي، كسر يا رمزي، في النهايه عايز تحترف في بازار تاني في سويسرا. مين وراك يا؟ عدد واحد عشا رومانتيكي في مطعم فاخر. طبعا يا رانيا يعني انا سالت على حكايه العشا في المطعم الفاخر ده، لقيته هيكلف على الاقل 500-600 جنيه. يا بلاش. يا بلاش طبعا طبعا حضرتك يا بلاش، لان انت مش دافعه حاجه من جيبك، انا اللي غرمان كل حاجه يعني. عدد واحد بلطو صوف عشان ماما. ماما انا سالت على البلطو ده، لقيته في بوتيك علا ب 500 جنيه غير الخمسة جنيه بتاعه العقد الاصفر فازرق بتاع الاخت سناء. يعني الفلوس دي كلها هجيبها منين؟ هجيبها منين؟ طبعا هتجيبها منين عشان خاطر سناء، لكن ال 500 وال 600 اللي بتطلعهم بالهبل كده ده عادي. سناء لو سمحتي بعد اذنك ما تقاطعنيش، اما يجي دورك في الكلام ابقى اتكلمي براحتك. بالنسبة بقى لعدد واحد كتاب نايلون هيكلر، حماتي معلش أنا سألت على الكتاب ده، لقيت إن في صعوبة يدخل مصر، من الممنوعات، ما ينفعش يدخل لنا خالص، لكن في واحد هقدر أجيبه منه بألف جنيه بس، أي حد ممكن يروح يستلمه من حلايب. ما يا عادل برضو المثقفات محتاجة لتضحيات. تضحيات؟ طب وأنا أضحي ليه؟ ابعتي الهانم تروح تستلمه هي من حلايب. حضرتها طالبالي عدسات لونها مش موجود أصلا، مفيش بني آدمين لون عينيهم كده يعني. إيه ده؟ لا في طبعا، مهاب صاحبي في الجامعة، ده مامته صربية وبابا صومالي. مامته صربية وبابا صومالي؟ طب يحمد ربنا ان هو عايش لغاية دلوقتي يعني. العمار بيد الله يا عادل. ايوه ماما على رأيك. المهم يا جماعة انا عايز اقول لكم ان انا كان نفسي بجد، كان نفسي اجيب لكم كل طلباتكم، مش بس الطلبات اللي انتوا طلبتوها مني، انا كان نفسي اجيب لكم اكتر من كده، كان نفسي اجيب لكم اي حاجة حتى انتوا بتفكروا فيها، مجرد ان انتوا بتفكروا بس. انا اعمل ايه؟ انا معيش فلوس اجيب لكم كل الحاجات دي. انا كل اللي احتكم عليه في دنيتي هم 8 جنيه وربع بس، جايبهم من واحد بدون ذكر اسمه، يعني اسمه رمزي. احنا مصدقينك يا عادل وبنثق فيك. ربنا يخليك لي يا ماما، ربنا يخليك. انا مش عارف اقول لكم، انا اسف يا جماعه، انا اسف. نو بليز دونت سي سوري يا عادل. بصراحه احنا لما طلبنا المتطلبات دي احنا كنا بنستغلك يعني علشان المصلحات بتاعتنا. ربنا يخليك لي يا حماتي، ربنا يخليك لي، يعني بشكرك على الصراحه اللي انت صريحه فيها دي. ماشي يا بيبي، بالنسبه للعشاء الرومانسي اللي انا كنت طالباه مش ضروري يعني يبقى في مطعم فاخر، يعني ممكن احنا نبعت نجيب 2 كيلو كباب وكفته وفرختين وحمامتين وشويه سلطات وشوربه ونتعشى في البيت بقى. هو ده كده يبقى عشاء رومانسي؟ ده كده رومانسيه الجوع يا ماما. عادل انا ممكن اريحك واقول لك تعمل ايه علشان ترضينا. انت بالذات ما تتكلميش خالص يا سناء، انا بقول لك اهو انا لو معايا 1,000,000 جنيه مش هجيب لك العقده ابو 5 جنيه اللي انت بتقولي عليه ده. يا جماعه هرعاوز ظروفي، يا جماعه هرعاوز ظروفي لو سمحت. اطمن يا عادل، احنا مراعين ظروفك وعارفينك كويس، واللي ما تقدرش تجيبه السنه دي تجيبه السنه الجايه، المهم نكون مع بعضينا. ربنا يخليك يا ماما، فعلا لازم نكون مع بعضينا. يعني انتوا مش زعلانين مني بجد يعني؟ لا. اوكي. بابا. ايه يا ياسمين؟ انتوا جبتوني ليه؟ اهو فراغ بقى يعني، ما لقيناش حاجه نعملها قلنا نجيبك يعني. طب انتوا جبتوني ازاي؟ يلا بابا بجد انتوا جبتوني ازاي؟ جبنا بقى ايه شويه سكر
ورفعنا السجادة وحطينا السكر تحت السجادة، جينا الصبح لقيناك على طول. طب انتوا لقيتوني تحت السجادة ولا لقيتوني على الكنبة؟ ياسمين ياسمين، بصي الساعة كام دلوقتي ولغاية دلوقتي لسه صاحية؟ اتفضلي خشي نام، يلا خشي نام، تصبحي على خير. علمك دي مهمة جدا، يعني مثلا أي حد بيعي باخد أدوية وحاجات كيماوية وبتاع، لا 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 لا، الأعشاب الصينية دي أعشاب طبيعية جدا. يعني عارفة في الصين أي واحد مثلا بيكون عيان أو حاسس بأي وجع ولا حاجة بيروح للحكيم الصيني، الحكيم الصيني بيكتب له وصفة أعشاب صينية ياخدها ويخف ويبقى مية مية، عشان كده الناس بتبقى ماشية في الشوارع صحتها تمام، ماشيين زي الساعة. يا سلام. أمال إيه؟ أمال أنت فاكرة يعني الناس الصينيين برغم إن هم باينين إن هم قصيرين لكن صحتهم كويسة وعجل وطول الوقت بيجروا وكتير ليه يعني؟ يا عم حرام عليك، بطل تقر عليهم، ده هم كلهم على بعض قد كده، هنصحى الصبح مش هنلاقيهم اصلا. ما تخافيش على الصينيين يا ماما، اولا عندهم اعشاب ضد القر، ما تخافيش عليهم خالص. دبني بقى ترمو، انت جامد قوي كده يعني كده يعني في الاعشاب الصينيه، ما تجيب لنا دواء كده تعالج مامي اللي تعبانه لحسن دي متدهوره خالص. صحيح، هي عامله ايه دلوقتي؟ تعبانه جدا، يعني مش عايزه اوصف لك، يعني بجد حاسة انها قربت تودع. الحمد لله كويس كويس. الحمد لله يا عادل. بقول كويس يعني على اساس ان انا عندي فرصه اعالجها بالاعشاب الصينيه بقى. لا معلش حبيبي، خلينا لك الاعشاب الصينيه والثقافه اللي نزلت عليك فجاه كده، خلي الست لوحدها، احنا جبنا لها الدكتور واداها الدواء وان شاء الله تبقى كويس. دواء ايه ودكاتره ايه يا ماما؟ مش محتاجه اي دكاتره، انا هكتب لها اعشاب، لان مره واحد قريبنا كان عنده القلب وكان بياخد ادويه عشان يتعالج من القلب، اول ما خد الادويه مات على طول. يا اخي حرام عليك يا اخي، الأعمار بيدي اللي ما تنقش فيها. يا سلام يا سلام يا سلام، انتوا قاعدين هنا قاعده رومانتيكي وسايبين بره الجثث اشلاء اشلاء. انت دخلتي علينا اوضه النوم ازاي من غير ما تخبطي ولا تستاذني؟ انت بتستهبلي يا سناء في ايه؟ ايه يا بنتي، مامي جرى لها حاجه؟ لا مامي انا اللي جرى لها حاجه. طب الحمد لله اشكر ايه ايه تقصدي يا رانيا؟ ما قصدكيش يا بنتي ولا انت ولا امك. بحسب. شوف مراتك، شوف مراتك اللي عايشه معاك في خيرك، عايزه تخلص من امك باي شكل. يا سناء اخلصي، ماما حصل لها حاجه؟ حماتك عادت امك. مامتي انا النسمه الرقيقه عادت مامتك يا بنتي، هي جت جنبها ضمك تعدي قبيله بحالها اصلا. يا بنتي امك حاطه مناخيرها في كل حاجه في البيت، فطبيعي طبعا انها تعدينا. المهم دلوقتي مامتي فين؟ اهي قاعده في اوضه مجيده ماما. طب ما وضع طبيعي انها تتعدي يا ماما. يا ابني دي شقتك ولا شقه الجيران؟ ما انت عارف شقتك قد الحق، يعني حوش حوش انت موسعها علينا قوي واحنا اللي قاعدين فوق بعضينا. ماشي خلاص، المهم دلوقتي يعني ماما هناك جوه في الاوضه، يلا بينا يلا بينا نشوف. يلا يلا يلا. ياسمين ايه ياسمين، ايه اللي معاكي هنا؟ ايه يا ماما انا بطمن على تيتا. مش اطمنتي؟ تعالي بقى يلا اطلع على اوضتك على اوضتك على اوضتك على اوضتنا احنا، ها عند الحظر الصحي. انا هقعد مع تيتا. بس يا بنت عادل مش هتاخدني معاك النهارده يا اخويا. نعم يا اختي. ايه اخدك دي، روحي انت روحي انت، ما تقلقيش ما تقلقيش، مش انا اللي باخد يا ماما، ربنا هو اللي بياخد ان شاء الله. وبعدين اخدك عندي في اوضه اليمين اللي هياخد باله من ماما. خلاص متشكره يا عادل، متشكره يا اخويا، انا هقعد هنا جنب امي حبيبتي ارعاها واخد بالي منها. ايوه ارعيها وخدي بالك منها. انت عامله ايه صحيح يا ماما النهارده؟
والله تعبانه يا عادل، جدتي كلها ايضا نار، وجدي الله يرحمه على بالي طول الليل. اه ماما ما تقلقيش يا ماما، ده شويه برد يعني حاجه بسيطه وهتعدي على طول ان شاء الله. البركه في الاختلاط بالاجانب. ربنا يهدك يا انعام يا شيخه، بقى ارحمي نفسك بقى، انت قصدك مين بالكلام ده كله؟ ربنا يهديك انت يا شيخه. حرام عليكوا نفس تتخانقوا يا جماعه، حرام عليكوا، حتى وانتوا عيانين كمان بتتخانقوا. انت قصدك ما جالكيش رعايه غير لما جيتي هنا؟ يا نجلاء يا نجلاء، ما تقلقيش على مامتك، يعني ان شاء الله مامتك ومامتي هيخفوا بعون الله على ايدي انا. السلام عليكم يا ريس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أؤمر يا باشا، طلباتك أوامر. الأمر لله. أنا أصلي سألت يعني على المحل بتاعك، قالوا لي أنت الوحيد اللي بتشتغل في الأعشاب الطبيعية أنا هو بشكل كبير يعني. بعون الله لو لبن العصفور موجود. ربنا يخليك. أنا بس كنت عايز أسأل يعني عن الأعشاب الصينية، عندك أنت أعشاب صينية؟ ياه الأعشاب الصينية إيه مالها، هي ماتت ولا إيه؟ لا بس أصل دي ما نودل لما بتطلب، ما حدش يعرف سر الاعشاب دي الا الصينيين بس. ده كان زمان يا حاج، لكن خلاص يعني ان شاء الله بعد كده مش بس في مصر هيعرفوا الاعشاب الصينيه، في العالم كله بعد الخلطات بتاعتي. هو حضرتك دكتور؟ لا مش دكتور ولا حاجه، بس الحكايه مش محتاجه دكتور، يعني هي محتاجه شويه مفهوميه وشويه سنس. منس؟ لا منس ايه. سنس يا حاج، سنس يعني شويه مشاعر واحاسيس. طلباتك يا باشا. والله انا معايا لستة فيها شويه اعشاب صينيه، يا ريت تكون عندك. هيتفضل يا حاج. دي حاجات صعبه قوي، ده فيها حاجات انا ما سمعتش عنها قبل كده. الله الله الله، هتزعلني منك ليه يا حاج؟ ده بيقولوا ان انت اجمد واحد. طلباتك يا باشا. خلاص يا ريت تجهزها لي بقى على طول، نص ساعه واستناك. ماشي، بس بقول لك ايه، انا في عندي خلطات جاهزه، احب انك تاخد فكره عنها. يا ريت فرجني عليه. دي بقى بتعالج اي مغص. بتعالج المغص. ودي بقى بتعالج انفلونزا الطيور. عليها شويه بتاع ده من عشا. لا لا بص يا حاج، الخلطات دي معتاده وعاديه جدا. لا انت جهز لي بس طلباتي وانا الخلطات هعملها بنفسي. خلاص نص ساعه وان شاء الله تلاقي كل طلباتك جاهزه. ماشي يا حاج. دول انت هتتاجر في البانجو؟ بانجو؟ انا تاجر في البانجو؟ انت بتستهبل الياد ولا ايه؟ دول عادي، انا اتوقع منك اي حاجه دول بصراحه يعني. قول لي بس انت بتعمل ايه، عايز افهم يعني. ياد انا بعمل الخلطات اللي هعالج بيها امي وحماتي. هتعالجهم بالبانجو؟ ولا مش ناقصه كمان انت خالص، اتكل على الله اقول من وش. ايه دول انت دايما كده يا عم، زهقان وقرش ملحتي وروحك في مراخيرك كده. دول اهف دي اهف دي. معلش ما انا زهقان من نفسي يا عم. زهقان من نفسك ما تجيش. لا تعال نروح القهوه نشرب كوكتيل. انا فعلا محتاج ان انا اروح القهوه، بس مش اشرب كوكتيل بقى، اشرب شاي عشان يعدل دماغي بعد الخلطات العجيبه اللي انا عملتها دي. ماشي يا دولة. بقول لك ايه، نقفل باب البازار عشان البوليس. البوليس عشان يعمل ايه؟ البانجو ده. سيبوني انا مش بقول انت قدامي على الشاي. قدامي عارف يا ده رمزي ايه اللي مصبرنا عليك؟ ايه يا دوله؟ مش عارف. مش كلينا حته. ايه مالك يا حته واقف مش مظبوط كده ليه؟ مش عارف يا باشا، دايخ كده وحاسس ان هرجع. لا بص لو كده، بص الناحيه دي، بص الناحيه دي. ونفسك غم عليك كده يلا حته وكده؟ بس يلا يا رمزي عيب يلا. انت متجوز بقالك كتير يعني؟ لا قريب يا باشا. ممكن تبقى حامل، خلي بالك. لا بهزر يلا، مالك بجد يا حته؟ هو مش عارف يا باشا، الدور جاي لي كده، بس انا مش مهم يا استاذ عادل، المهم امي يا باشا تعبانه، تعبانه قوي، وتفكرني كده بابويا قبل ما يموت. يا خبر ابيض. طب يا دوله ما تديله خلطه من بتوعك دولت علشان تنسيه ابوه قبل ما يموت. لا يلا قبل ما ابوه يموت يعني، احنا المهم دلوقتي في امه مش في ابوه. بس ولا يهمك يا حته، يعني انا هخدمك خدمه جامده جدا. ايوه هو ده. بص يا معلم، الخلطة دي هتاخدها على مية سخنة بتغلي جامد جدا، وبعدين تسقعها في التلاجة جامد جدا، وبعدين تشرب منها انت وامك وادعي لي يا معلم. ربنا يخليك لنا يا استاذ عادل، والله يا باشا مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش. ربنا يكرمك يا باشا ويبارك لك في عيالك يا رب يا باشا. خلاص خلاص يا الواحد لازم يعمل حاجة يعني برضو. طبعا يا دولة. طب ما تعمل لي انا بقى حاجة يا دولة كده، مفيش حاجة كده ليا. ايه حاجة ليك ايه؟ انت عندك صداع؟ لا.
عندك مغص ولا حاجة؟ لا. خلاص خد دي. ايه ده دول؟ ده سبيداك. طب واخده ازاي ده دول؟ ده بقى بالسكينة كده، بس تلقط لسانك الأول وبعدين بالسكينة وتقوم ايه داهن كده وتصنفر وتقوم داهن تاني يعني. ربنا يخليك ليه يا دول يا رب. ده هيجيب لك كل الأمراض، بعد كده بديك بقى من الأنواع التانية أعالج لك بيها الأمراض. يا ماما عاملة ايه يا ماما؟ يا ست الحبايب يا حبيبة، عاملة ايه النهاردة؟ مش تيجي تقعد جنبي يا ابني في لحظاتي الأخيرة؟ لا ألف سلامة ليك يا ماما، إن شاء الله تقومي بالسلامة بإذن الله وتنوري البيت وتزقططي وتهيصي. خدي يا سناء، خدي ده بسرعة، روحي اعمله لنا في شوية مية وقلبيه وهاتيه بسرعة. ايه ده؟ ايه ده يا عادل ده؟ دي وصفة مهمة جدا، دي اللي هتخفف ماما وتخفف حماتي بإذن الله. هاتي لنا كوبايتين بس بسرعة. يلا ماشي يلا ماشي يلا. لا لا جامي يا عادل، أنا مش هقدر آخد الحاجات المواصفات بتاعتك دي، أنا فيا اللي مكففينيني خالص، من فضلك ارحمني خالص. اسكتي يا مجيد، عادل مش هيعمل حاجة تخلينا نبقى وحشين، مش كده يا عادل؟ طبعا يا ماما، أنا لو ما كنتش واثق 100% من الخلطة اللي جايبها لكم دي ما كنتش اديتها لكم يعني. أيوة يا أبي، بس حتى الأعشاب لازم تتاخد تحت إشراف دكتور. دكتور؟ هما الدكاترة يحطوا مناخيرهم في كل حاجة كده يا ماما؟ دي عايزة مفهومية وعايزة عقل، والمفهومية والعقل عارفين فين طبعا يعني. أنا مش عارفة ليه أنا مش مطمنة لك خالص يا عادل. ولا أنا يا ماما. عموما لما ماما تشرب بقى الخلطه بتاعتي دي وتخف وتقوم تزقطك كده، ساعتها هتندمي وتقولي يا ريتني خدت الخلطه. اتفضلي يا ماما يا ست الكل يا ست الحبايب. هاتي حبيبي بالهنا والشفا. سمي يا ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، ده حلو قوي، ده احلى من الكوكتيل. شفت بقى يا ماما، يعني انا هديكي حاجه وحشه؟ الف سلامه ليكي وان شاء الله بالشفا يا ماما. طب انا بقى عايزه الكوبايه بتاعتي. لا مش هديك الكوبايه، مش انت قلت مش عايزه؟ انا ماليش دعوه، انا عايزه الكوبايه بتاعتي. يا عم عادل اديها الكوبايه، خليها تطفحها، مش هنخلص من زنها. خدي خدي. عموما هتعرفي قيمه الكوبايه دي لما تخفي وتقومي تزقططي وتتنططي وتقولي الكلام الغريب اللي بتقوليه. زيحي يا مجيده العيا مر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالدكتور بتاعنا. أخبارك يا حتة؟ ازيك يا وزي أمك؟ الحمد لله يا باشا، صحتها بقت زي الفل والله يا أستاذ عادل، وليل ونهار عمالة تدعي لك. ياه، معقولة بالسرعة دي؟ يا دولة يا كبير يا كبير. يا جماعة يعني مش عايزكم تحرجوني، يعني ده كل ده بفضل ربنا، احنا مجرد أسباب يعني، ما عملناش حاجة يعني. الحمد لله. وبعدين يعني بإذن الله بعون الله مع الأعشاب الطبيعية اللي أنا بعملها بعد كده مش هتلاقي أي مريض موجود في البلد، يعني ولا بقى مستشفيات ولا أدوية ولا كلام فارغ من ده معلم. الله عليك يا دولة. إيدك أبوسها يا أستاذ عادل. لا 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 استغفر الله العظيم، دي الشمال، خد دي. يا ابني احنا مجرد اسباب زي ما بقول لك يعني. اسباب ايه يا باشا؟ ده الحمد لله انا امي كنت خلاص فقدت الامل انها راحه ومش راجعه تاني. يا جماعه الحاضر يعني للغايب، الاستاذ عادل هو اللي ربنا شافاني على ايدي انا وامي، وخلونا في ايديك يا استاذ عادل. استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ يا جماعه يا جماعه انا ما بحبش الهتاف، دعوني اعمل في صمت يعني، مش عايز هتاف خالص. استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ بيبي انت عبقري عبقري جينيس، طول عمري بقول عليك ان انت عندك مواهب، لو طفت فوق السطح هتسوي الهوايل. طفت ايه بس يا رانيا؟ ايه المواهب دي يعني؟ طياره. ربنا يخليك ليا يا حبيبي، عارف العيا ده كان غم ونزاح والحمد لله. الحمد لله العافيه يا ماما، دي حاجات بسيطه. ربنا يخليك ليا يا جوز بنتي، بس يا ريت بقى تكمل جميلك عليا وتشوف لي دواء للضغط. وانا كمان تشوف لي دواء للسكر. لا بقى يشوف لي دواء للعيا. ماشي 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 ماشي، اشوف لكم ان شاء الله كل اللي انتوا عايزينه، واحد ضغط وواحد سكر وواحد ايه ال ايه ده. يا جماعه يا جماعه، انتوا كان عندكم دور برد وراح لوحده، خف لوحده، يعني انتوا خفيتوا بدون اي تدخلات. يا نهار اسوح على حزب اعداء النجاح ده، انا مش عارف انا يعني، بس ما تقلقيش ما تقلقيش، انا في باب مخصوص كاتبه في الكتاب بتاعي عن حزب اعداء النجاح والعلاج بتاعهم ان شاء الله. ايه ده بجد يا بيبي؟ انت ناوي تعمل موسوعه علميه صحيه؟
طبعا، لان الموهبه اللي ربنا ادهاني الحمد لله يعني مش لازم اخص بيها اهل بيتي بس، لكن لازم افيد بيها المجتمع والناس. طب يا ريت يا بيه تعمل لي خلطه كده للذاكره عشان الحاجات اللي بذاكرها ما تطرش. تعرف انت لو عملت كده هتكسب ذهب تكفي عليك الثانويه العامه. على رايي كفايه الثانويه، ده لو كل طالب في الثانويه اداني جنيه بس هبقى مليونير. خلاص هعمل دي في خطه اعمالي اللي جايه ان شاء الله. وكمان انا يا بابا اعمل لي حاجه كده خلطه يعني عشان لما اجري والعب واتنطط كده ما اتعبش. ماشي هعمل لك الخلطه يا ياسمين. اعمل حاجه بقى يا عادل عشان الهلاوس والتهيؤات والجنان. ده انت وصلتي خلاص دخلت مرحله الجمالك. لا ده مش عشاني، ده عشانك يا روح قلبي. عشان انا يا نهار اسود على حزب اعداء النجاح ده مش عارفين يقولوا ايه ولا ايه ولا ايه. هعمل للهلاوس والتهيؤات بس على الله يجيب نتيجه معاكي. السوشو دولا تشانجيانج. اتفضل يا بروف، اتفضل يا بروف، اتفضل. واحدة واحدة ارجعوا كده هون صف كله، مش عايزين هرجالة. تعال انت يا حاج كده علشان نلحق. النبي يا ابني شوف لي حاجة للكبد احسن، تعبني قوي الكبد. تعبك قوي الكبد؟ الكبد لا، ده الطحان ده اللي وازي الكبد اهو. خدها حاجة، دي خلطة مخصوص عشان الكبد، معمولة من كبد الحوت مع كبد الغزال مع كبد اسكندراني ودقة بقى. وايه يا معلم خد دي، هتاخدها 60 مرة في اليوم لمدة اسبوع وتجيلي بعد شهر ان شاء الله. تفتكر بقى ان هعيش العمر ده كله؟ الخلطة اللي معاك دي تقعدك بتاع 50 سنة على الاقل ان شاء الله. ربنا يخليك يا ابني ويطرح فيك البركة ويكتر من امثالك. مع السلامة. ايه بعده؟ ايه بتقول ايه؟ اللي بعده محسوبك حمادة أبو قصة. أبو قصة؟ بص سيب شعرك يعبر عنك، مش محتاج تعرف نفسك، واضح القصة طبعا تحت أمرك. المشكلة إن شعري ما بقاش زي الأول. أكيد طول، ما بص البني أدمين اللي زينا يعني لما بيكبروا شعرهم بيطول وبعدين سنانهم بتقع وبيهبلوا بعد كده. أنت بتتكلم ليه؟ مش أنا متفق معاك مفيش كلام خالص؟ آسف. مشكلتي يا بص إن شعري بقى مليان قشر، والبنات اللي كانت بتجري ورايا علشان شعري بقوا بيجروا مني وبرضو علشان شعري. ايه 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 ها 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 ايه ايه؟ اسف. اكيد بقى المشكله يا معلم في الشعر. ولا 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 انت بتتكلم، انت هتعمل لي فيها صيني؟ خليك في القرطاس اللي انت لابسه ده، مش عايز كلام خالص. اسف. اتفضل يا سيدي. الشعر الشعر الشعر. انت شعرك لونه خد دي كويسه قوي عشان الشعر، اتكل على الله. استعملها ازاي بقى يا بروف؟ دي يا سيدي هتغليها في ميه مغليه جامد جدا لمده 3 ساعات، والميه مغليه وعماله بتفقفق هتاخد منها، تقعد تدعك في شعرك جامد جدا وبعدين تقف في الشمس لمده 12 ساعه. ايوه، ولو احترت بقى الدنيا احترت وكدهون ادعك راسك جامد قوي وقف بالليل في الشمس كده عشان بتبقى الدنيا طراوة. شمس ايه اللي بالليل يهبل يهبل؟ شمس ايه اللي انت اي كلام جاي فيه وخلاص؟ انا مش قلت خليك في حالك. اسف. مش يا رب البطاريه تفضى ونخلص منك، مش عايز ولا كلمه. تفتكر يا بوف الخلطه دي هتجيب نتيجه مع القشره؟ نتيجه ان شاء الله هتدعي لي لما تلاقي القشره مشيت ومفيش اي قشره. لعلمك الخلطه دي مصنوعه من ايه؟ من كل الحاجات اللي ليها علاقه بالقشر، يعني دي مثلا معموله من قشر السمك مع قشر اللب مع قشر البطيخ. شكرا. العب. ولا 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 ما تبوظليش المشروع. اسف. في احد؟ الناس بتسال عليك من الصبح وناويين على الشر. ناس مين دول؟ الناس اللي انت اديتهم الخلطات. الناس اللي اديتهم الخلطات؟ المرضى بتوعي؟ لا يا ابني، اكيد حد وشى بيا مثلا، لعب في دماغهم، دي اكيد وشايه يا معلم. دول يعني ايه وشايه دي يا دول؟ وشايه يالا يعني وش.
وش ايه بقى وشيت ايه؟ صدقني الناس متبهدله وفي ثلاثه منهم في حاله خطره وربنا يستر عليهم. اسمع كلام حته، اخلعوا من هنا قبل ما حد يشوفكم وتتقلب دندره. دندره مين يا عم حته؟ انت مش عارف انت بتكلم مين يا عم؟ ده دوله ابو الطب يعني لسه مجبس رجل نفرتيتي قبل ما يجي. ده انا نفسي ابقى في ربع شهرته. عايز تبقى في ربع شهرتي؟ قوي قوي كبريت وولع كده اهو من هنا بقى معلم في ده كله. ليه دوله؟ عشان تبقى نار على العالم. يالا الجدع النصاب اهو يا جماعه، يلا بينا ناخد حقنا منه. بتتكلم على مين؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا رجاله؟ ايه ده؟ انا تعمل فيا كده؟ إيه انت مين حضرتك؟ انا حماده قصه. حماده قصه؟ وفين القصه حضرتك يعني؟ بقيت حماده قرعة. اكيد حضرتك استعملت الخلطه غلط. خلطه ايه بقى؟ انا شعري يقع؟ الخلطه خلطتي اللي سمعت كلامك بالاول. الخلطه خلطتي. اسف. ايه بس اللي حصل؟ احكي لي ايه اللي حصل ونتفاهم يعني بدل الهجوم اللي انتوا عاملينه ده. ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه، انا خدت الخلطه منك وروحت البيت عملت زي ما قلت لي وحطيت الخلطه هنا. يا دوب لسه بعمل كده بشعري كده لقيت شعري كله طلع في ايدي كده. طيب ما يبقى انت اللي وقعت شعرك، يبقى انا غلطان في ايه يعني؟ لا يا دوله انت مش غلطان، هو اللي غلطان. لا انتوا هتستهبلوا ولا ايه؟ الخلطه بتاعتك مضروبه. ايوه يا دوله مضروبه وانا اللي ضاربها في الخلاط يا دوله. اهو انت بتتكلم ليه؟ بتتكلم ليه؟ وانا تديني الدواء يخليني انام على طول وتقول لي ايه هتعيش اكتر من 50 سنة؟ انت كنت ناوي تجمدني ولا ايه؟ يا عم اكتر من 50 سنة ايه؟ انت اصلا ميت من سنتين ومخبي على اهلك. اخرس. يلا بينا يا رجاله ناخدوا حقنا منهم. يلا يا مش هسيبك النهار. لا مش هسيبك النهار. بالراحه يا سناء بالراحه. سيبيه يا سناء ينزف، سيبيه ينزف ونخلص منه. تخلص مني بقى كده يا دوله؟ طب انا لما اموت بقى مين بقى يشيل بلاويك يا دوله؟ يا اخي اثبت اثبت عشان اعرف المم لك جراحك. طب بالراحه قوي يا سناء والنبس، لا انا مش عارف الجرح ده بيوجعني قوي قوي قوي، ده انا حاسس ان اتشلفطت ومش هنفع في الجواز بعد كده. جواز ايه؟ هو انت كنت نافع قبل كده عشان تنفع بعد كده؟ طيب بالراحه يا نقنق بالراحه، كفايه الجرح اللي في قلبي. ولا ما تحترم نفسك يا لا بتعاكس اختي وانا قاعد. يهبل يهبل ده جرح قلبك، سيبه في حاله حرام عليك، ده غلبان. ولا اقول لك بالمره اخترع له حاجه هو كمان تخففه. يلا يلا. قصدك ايه يا سناء؟ قصدك ايه؟ قصدك يعني ان انا الخلطات اللي كنت بعملها يعني كانت بايظه؟ لا 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 اسف جدا اسف جدا، دي غلطه بس. ودايما العلماء في الاول بيقعوا تحت اخطاء وبعد كده بيتميزوا. اخطاء؟ ده دواء السكر اللي انت كتبته لي وجبته لي على لي السكر على الاخر. اه ولا دواء الضغط اللي انت اديتهوني؟ يا خبر ابيض على اللي عمله في دماغي، زي ما يكون محمد علي كلي عمال يضرب فيا. يا ربي بيبي حبيبي وحياتك بلاش الشغلانه دي يا بيبي، اصلها خطر موت. لا مش بلاش ولا حاجه، هي بس في الاول الواحد لازم بيعمل شويه غلطات بعد كده بيتعود. يا جماعه ده عادي جدا يعني بيحصل لاي عالم من العلماء يعني. ياسمين علي التلفزيون كده، علي التلفزيون. حاضر. اهم الانباء من اخبارنا المحليه، تم القبض اخيرا على مؤلف كتاب اسرار الاعشاب الصينيه الذي انتشر مؤخرا بالاسواق، وتبين ان مؤلفه يعمل حلاقا وليس معه مؤهل سوى الابتدائيه، وجدير بالذكر ان مؤلفه قد يسجن مده لا تقل عن 3 أعوام. يا بيبي شفت؟ مش انا قلت لك نهايتها وحشه خالص؟ يا جماعه هتلاقوه مش قبضوا عليه عشان مثلا الخلطات فيها حاجه غلط، اكيد في خلطه مطبعيه. انت بتشرب الشاي بالشفاطة يالا؟ شوف الجهل يا دولة، انا المفروض ما ردش عليك لكن انا هرد. يا عم لا ما تردش ما تردش. عيني بص يا دولة، الجو ده كله فيه تلوثات، والشطافة دي يا عمنا اكتر حاجة معرضة للتلوثات للجو. ايه الشطافة؟ انت بتتعامل مع الشفاطة على انها شطافة يالا؟ وايه الفرق يعني يا دولة؟ يا ابني الشطافة مش للشرب. امال ايه يا دولة؟ لا لحاجة تانية خالص، لكن الشفاطة بقى هي اللي تشرب بيها حاجات ساعة بس، مش يتشرب بيها شاي. والشاي برضو بيتشرب بيها شاي يا دولة، علشان في فيروزات، والفيروزات دي لو دخلت معدتي هتعديني. فيروزات؟ دول على أساس إخوات فيروز الصغيرين. أنت الفيروزات يا ابني لو دخلت جوه معدتك أنت اللي تعديها.
بص يا دولا، انت هتقعد اقعد اناهد معاك كده وعمرك ما هتفهمني. انت مش مفروض الواحد يفهمك، انت بالكتير الواحد يبوسك ويركنك جنب، مش يبوسك يعني ويركنك، لا يرميك جنب الحيطه. ايه ده؟ ده انا شاي لو سمحت. ايه ده الراجل ده؟ انا عارفه. انا يا رمزي غريبه، مع ان انا حاسس ان انا ما اعرفوش. اتشطف وانت ساكت. لا انا عارفه، انا متاكد، كان معايا في المدرسه واسمه حمدي. يو يا عم بقى، يا عم بقى فكك بقى، انت كل شويه دول تقعد تقول لي ايه ده نعرف الناس دي، ايه ده نعرف الناس دي، وتروح تسالهم يقول لك احنا ما نعرفكش اصلا. بص يا عم انا مش همشي معاك في حته بعد كده. ولا ما تخافش. بص يا رمزي، عارف البازار بتاعنا؟ هتطلع لغايه عنده، معاك المفتاح بتاعه. دول هتفتح البازار بالمفتاح وهتخش جوه تقعد تستنى هناك. حاضر يا دول. يلا حاضر. الشطافه، خدت الشطافه وقت القعده كده. معقوله الشطافه لازم جوه القعده؟ يلا اتكل على الله. بص ولا ايه؟ يلا اتكل. الو، ايوه انا المهندس حمدي السيسي. انت بتضحك ليه؟ انا بابا اسمه السيسي، انت مالك انت؟ ايوه انا بلغتهم في فرنسا اني مش قبل شهر عشان ابتدي الحفر والفحت. حمدي السيسي صح؟ ايوه. في حاجه يا استاذ؟ يا حمدي انت مش عارفني ولا ايه؟ انا عادل سعيد اللي كنت معاك في مدرسه النقراش الثانويه العسكريه بنين. فاكرك. لا مش انت، انت اقفل عشان الكارت. انت اقفل. اهلا يا عادل. ازيك يا حمدي؟ وحشني. اخبارك ايه يا حمدي؟ عامل ايه؟ اقعد. يا اخبارك ايه؟ الحمد لله. اسكت، مش رشحوني بعد ما جيت من فرنسا ان انا اكون المدير التنفيذي للمرحله الجايه لمترو الانفاق؟ ما شاء الله، برافو عليك. يعني انا برضو رشحوني ان انا اخد جايزه اثور الثقافه عن الشعر، بس ما خدتهاش. يعني ايه ده عادي؟ انت لسه بتجري ورا التفاهات دي؟ التفاهات؟ لا دي هوايه عندي، بس انا عندي شغلتي. يعني انا عندي بازار في الشارع اللي ورا ده، عايزك تيجي تزورني. شارع ايه؟ شارع الترولي، بكسب منه كويس قوي الحمد لله. لازم تزورني يا حمدي. شارع الترولي؟ اوه ياه، ده انا هبقى عندك كل يوم. لا انا بقول لك تيجي تزورني بقى كل يوم، لسه برضه فيك الحركات بتاعت المدرسه دي. طول عمرك لطيف. لا اصل انا عندي شغل يوميا هنا في الشارع، اصل شارع الترولي ده هنمشي فيه المترو. مشوا فيه المترو؟ طب يعني اشمعنى الشارع بتاعنا اللي هتمشوا المترو؟ ما تاخدوا المترو تمشوا في اي شارع تاني. هو انا جايب ابن اختي افسحه؟ بقول لك ده المترو عارف، كلها شهر وهنبتدي نفحر في قلب الشارع. عارف الشارع ده هيتقفل خالص والمحلات هتتشال. تصور محلات هتتشال. ايه يعني الوقت عوزه؟ ده مشروع قومي. الله، لازم يبقى فيه تضحيه. ايه يعني شارع او شارعين، محلين، كل ده عشان القاهره الكبرى يا اخي. قاهره وكبره ايه؟ كبره يا عم حمدي، انت هتعمل لي فيها رفاعي جاي تطلع لي تعابين؟ لا يا استاذ بعد اذنك، يعني ما ينفعش خالص تمشوا المترو بتاعكم من الشارع اللي فيه المحل بتاعي. الله، لازم يبقى فيه ضريبه يا اخي. ايه المشكله يعني؟ طب ما انا بدفع الضريبه، انا طول الوقت بدفع الضرايب حضرتك، وطول الوقت بتفرج على الاعلانات ويقول لك مصلحتك اولا وادفع. هي مصلحتي ان انا ادفع وبس، ما اخدش حاجه خالص يعني؟ هي دي ضريبه النجاح. كمان النجاح هيعملوا له ضريبه؟ انا فاشل يا سيدي، المفروض ما ادفعش بقى ضرايب بتاعت الفشل دي. اوعى تقول على نفسك كده يا عادل، انا عايزك تعيش معايا اللحظه. تخيل المشروع ده بقى بعد 6-7 قول 30 سنه لما يخلص. تحس بالفخر، تبقى ماشي مفخور كده، الفخوره واخداك وانت ماشي في الشارع كده، ان المحل بتاعك جنب المترو، وتشاور لاولادك وتقول لهم تخيلوا يا اولاد المحل بتاعي كان جنب المترو. يا سلام، ده ايه الفخوره اللي هبقى فيها انا والعيال دي؟ طبعا هنبقى ساعتها ماشيين بقى بنشهد حضرتك. ليه؟ انت مش عندك بازار؟ يا سيدي عندي. طب ايه رايك بقى انا هخدمك خدمه عمرك؟ انا هسمي لك المحطه محطه البازار. ها ايه رايك؟ لو كده يبقى معلش. محطه البازار برضو الواحد يبقى ماشي متفخور يعني حضرتك. طبعا. طب حضرتك انا مش عارف صراحه بجد يعني اودي جمايلك فين يا عم حمدي يا صديق الدراسه؟ احنا اصدقاء طفوله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عادل تعالى اتفرج معانا على الفيلم ده. فيلم القطار
الجيتار يا عادل اللي انت بتحبه. الجيتار انا ما بحبوش. ليه بس يا ابي؟ ده فيلم يجنن، مهما تعاد لازم اتفرج عليه. انا ما بحبش القطار، انا حر. الله، مالك في ايه يا عادل؟ احضرك الاكل يا عادل يا حبيبي؟ لا يا ماما ماليش نفس. في ايه يا عادل؟ مالك؟ مالي؟ هيمشوا المترو في الشارع اللي فيه البازار. اخيرا اخيرا هترحم المواصلات والقرف واروح مدرستي بدري بقى. مدرسه ايه؟ المترو ده عشان يخلص قدامه 6 سنين، تكون انت طلعت على المعاش يا ماما. ايه والنبي يا عادل، والنبي يا حبيبي عشان خاطري، ابقى خدني معاك اتفرج على عمليه بناء المترو، حس اني من وانا صغيره هموت واتفرج على الحفار الهيدروليكي وهو يعمل. عارفين يا جماعه مس المترو ايه؟ انه سريع جدا، ما بيوقفش في اي اشاره. اتلاست انه هيعملوا مترو انفاق زي اوروبا. زي اوروبا ايه يا جماعه؟ انتوا مش فاهمين حاجه، يعني البلد تتطور زي اوروبا وانا حالتي تتدهور. عادل يا حبيبي ما تبقاش راجعي وما تخليش تحيزك للترماي اسرع عن رايك في المترو. انا يا ستي لا متحيز للترماي ولا للمترو، ماله التوك توك صغير وزي الفل وبيزرق من الشوارع ومن الحارات ويجي عكسي ولا عليه ضرايب ولا عليه مخالفات، ماله التوك توك؟ انتوا اصلكم مش فاهمين حاجه. طب ما تفهمنا انت يا ابو المفهوميه. دلوقتي المترو ده لو مشي في الشارع اللي فيه البازار الشارع كله هيتقفل بما فيها المحل بتاعي. يا لهوي، يعني البازار كده بح؟ ايوه ماما البازار بح. كمان كمان عادل كمان كاسكون في فيلم نو. والنبي حباتي مش وقت فرنساوي خالص، كفايه المترو انه فرنساوي. طب المانجاتو هناكل ازاي؟ هناكل بقى من التطور الاوروبي اللي حضرتك كنت بتقولي عليه. بصوا غيروا المحطه دي، غيروا المحطه دي، انا مش عايز اسمع اي حاجه فيها قطر بعد اذنك يا نجلاء. حاضر. بصي اقفل التلفزيون خالص. حاضر. بصي يا عادل انا عندي فكره رهيبه، ايه رايك تجمع كل اصحاب المحلات بتاعه البازارات اللي حواليك وتروحوا كلكم كده تعملوا شكوى محترمه، على الاقل تاخد تعويض. او اقول لك يا عادل تعملوا اعتصام تحت سفح الهرم وانا اللي هعمل لكم شعار المظاهره، ابو الهول براس انسان وجسم مترو كبير. جسم مترو ايه يا ماما؟ يا ماما كده اهو يبقى في دعايه للمترو. احنا عايزين دعايه ضد المترو على فكره، اصحاب المحلات لغايه دلوقتي ما عرفوش ان المترو هيمشي في الشارع، انا الوحيد اللي عرفت من واحد صاحبي. طب ما تقول لهم يا عادل يا ابني. يا سلام، اقول لهم عشان الاسعار ترخص وابيع انا بالرخيص؟ لا، عادل اذكى من المترو. طب بقى ناوي تعمل ايه؟ ناوي ابيع بالاسعار القديمه من غير ما هم يعرفوا خالص. ده غش غش واحتيال، حرام عليك يا اخي، حرام عليك تبيع المحل وانت عارف ان عليه مشاكل. يا سلام يا ام ضمير، خلاص خليك انت لضميرك، سيبيني انا اتصرف بطريقتي، انا اللي بعرف اتصرف كويس وبعرف افكر كويس، ابيع بالاسعار القديمه وهم يولعوا. يا معلم تيتي انا حصل لي ظروف صعبه جدا ومضطر ان انا ابيع يعني المحل والبضاعه وما لقيتش غير صاحبي وحبيبي واخويا المعلم تيتي اللي فكرت ابيعهم له. يعني اخوك وحبيبك؟ احنا هنصيع، ما انا لسه طاحنك في المزاد الاسبوع اللي فات. بس عادي يعني انا وانت واحد مثلا يعني. والجروب السياحي اللي طشته بينك وبعت له نفس تماثيلك. بس احنا اخوات يعني، وبعدين اللي في جيبي في جيبك يعني يا معلم تيتي. ودلوقتي بقى جاي تمد ايدك في جيبي مش كده؟ الام بتبقى يعني الواحد بيهتم ان يعني اصل الام دي ما تتعورش يعني. مالها الحاج؟ جالها مرض خطير يعني اسمه التيسي تيسي. ايه؟ التيسي تيسي، وده مرض خطير جدا يعني مش موجود كتير في العالم يعني، بس جه الام يعني وبعدين يعني طول اليوم وطول النهار وطول الليل ما بتعملش حاجه غير انها بتقعد تعطس تيسي تيسي تيسي، لدرجه ما بيبقاش عندها وقت انها تتكلم يعني. ست الحاجه دي بركه وعلى عيننا وراسنا، مع اني مش محتاج بضاعه وبضاعتك عفشه ومحلك عتبته فقريه، لكن هفكر. ايوه فكر ونباتيتي، لان يعني لازم عايزه تعمل عمليه والعمليه دي انك دون وبتقطع عليا بنفسي. ايوه مش هعمل كده تاني، بس عمليه ولازم تتعمل في بلاد بره، حرام عليك. بس عشان المعلم تيتي على سن ورمح وسيد المعلمين وابقى خدام ست الحاجه، انا هاخد البضاعه بس بتمن جملتها، اما محلك ده بقى ده فقري زيك ما يلزمنيش.
يعني يا معلمتيتي يعني حطيتني تحت سنانك وبتجز؟ ما انت يا ما خربشتني ودفرك طالني. طب خلاص خربشك ايه؟ الضوافر اتقصت والسنان خلعت والتسي تسي جيل امي. خلاص اذ ربما نعدي عليك بكره الم التماثيل وارمي لك فلوسك. ربنا يخليك ربنا يخليك. ماشي بكره، بس اهم حاجه يعني تجيب لي الفلوس على طول. ده ايه الادب اللي حط عليه مره واحده ده؟ بقول لك الام يا معلم تيتي الام، وبعدين بتحرص طول الوقت وانا خايف اتعدي صراحه. هو معدي؟ اه معدي. اخلع انا بقى. خد دي كمان يا معلم تيتي. تشكر. خد دي معاك. شايفني بلم زباله؟ على رايك. عموما بالشفا يا معلم تيتي. بالشفا دي تقولها للست الوالده اذ ربما انت بطل عطس. يا سيدي ما تدوق ايش يعني جت على كده. بقول لك ايه، اذا حبيت تبيع هدومك اديني رنه. حاضر يا سيدي، معني مقاسي غير مقاسك وذوقي غير ذوقك. ده ايه اللي انت لابسه ده؟ شفاف يا معلم تيتي، معقوله يعني؟ لكن برضه بديك رنه. حاضر. سلام عليكم. مع السلامه يا معلم. خلاص يا معلم. يلا يا رجالة. الحمد لله خلصنا من البضاعة. ايه ده؟ ايه ده دولا ده؟ ايه ده؟ والله برافو عليك يا دولا، بعت البضاعة دي كلها؟ يا ابني بعت ايه؟ أنا شربت البضاعة كلها للمعلم تيتي وعلى معدة فاضية. لئيم أنت برضه دولا، استكملت لحد ما تكمم. أنت بتعلم الكلام يالا في مستشفى الكلب. يلا بقى يا سيدي المعلمين، بقى نضرب كشري نخب الخازوق اللي خده المعلم تيتي. ده مش خد خازوق عادي، أنا أخيراً خلصت من البضاعة يالا يا رمزي، فاضل بس أخلص بقى من البازار. يا دولا بقى نخلص بقى من البازار او بص نتخلص منه. عارف بجد يا رمزي انا نفسي اتخلص منك انت، لان فعلا من زمان نفسي وامنيتي ان ربنا يكرمني ويبعت لي واحد يكون بيفهم اللي انا بقوله. بقى كده يا دولا؟ ده اذا كان انا بقى جاي لك النهارده بفكيره جهنميه بخصوص بيع البازار ده. فكرتي ايه بقى يا فكيك؟ بص كويس يا دولا. كشري ماله يعني؟ المعلم زعزوع الاصابجي يا دولا. ماله المعلم زعزوع؟ اللي بناكل من عنده كشري يا دولا. ايوه اخلص ماله. اللي المحل بتاعه جنب المحل بتاعنا يا دولا. هتقول ولا نفخك؟ ماله؟ سمعت يا عم ان هو عايز يشتري المحل بتاعنا. بتاعنا؟ هو المحل بتاعنا بس يعني، لكن ما دام عايز يشتريه وخدك انت كواسطه يعني ما عنديش مانع ان هو بتاعنا. انت عرفت ازاي؟ ايوه دولا انا هقول لك. انا بقى وانا بضرب الكشري الاصطباحيه بتاعتي بقى من عنده سمعته قال ايه، بيقول للمعلم معلش ان هو عمال يدور على محل قريب من المحل بتاعه، واحنا بقى دولا مش قريبين بس ده احنا لازقانين مع بعض. هو حر بقى ما دام هو اللي عايز كده يشرب يا معلم. انا زعلان منك برضه يعني يا معلم زعزوع. معقوله يا راجل تكون بتفكر تشتري محل جنب المحل بتاعك وما تجيش تقول لي؟ ما انا خفت اقول لحد على الموضوع ده، يقولوا جاي كوش على الشارع كله، وانا ما بحبش ازعل حد مني. عموما الاكبر مني ومنك هيجي كوش على الشارع من اوله لاخره. تقصد ايه يعني؟ اقصد يعني ان ما دايم الا وجه الله ونعم بالله. بص يا استاذ عادل، انا قلبي انفتح لك قوي. بيني وبينك كار الكشري ده مش بتاعي، ده كار ابويا وجدي وجد جدي، وهم اللي اجبروني اشتغل الشغلانه دي. ما هو برضه يعني يا معلم زعزوع طاعه الوالد والجد وجد الجد واجبه يعني. مظبوط، لكن دي مش غيتي. انا غيتي اكبر من كده بكتير. انا طموحي ملوش حد. يا سلام، وايه طموحك في محل كشري يعني؟ هتقلل الرز وتزود العدس؟ لا انا غيتي في القصب. معلش انا حاسس ان القصب لو اتحط على الكشري هيعجن يعني. لا مش عليه، انا هفتح محل عصير قصب وفواكه، وبكده نبقى ترجعنا خطوه لقدام وين رايح الزبون. طب هو الزبون عدم المؤاخذه يعني تعبان في ايه؟ هقول لك، بيني وبينك الشطه عندي شديده قوي ووعره، اهو الزبون ياكل من هنا ويحب يهدي المسائل يروح يشرب كوبايه قصب، وبكده نبقى رايحنا الزبون. يا سلام عليك وعلى افكارك. عموما بص بقى يا معلم، انا المحل بتاعي قد المحل بتاعك بالظبط، شوف كده بما يرضي الله هتدفع لي قد ايه. بما يرضي الله حدي لك 100,000 جنيه، 50,000 دلوقتي و50 بعد شهر ونمضي العقد.
نمضي العقد بعد شهر؟ لا مش هينفع. طب ايه رايك تدفع لي 70,000 جنيه بس دلوقتي، ومش عايز اي حاجه تانية بعد الشهر، ونمضي العقد على طول دلوقتي. امرك عجيب يا استاذ عادل، انا اول مره اشوف واحد يفاصل اللي تحت. ما هي المشكله في اللي تحت. سلام، اخيرا خلصت من البازار وخلصت من البضاعه، مش فاضل غيرك يا رمزي، عايز اخلص منك. دول يا حبيبي، يعني انا شايف كده بقى ان انت معاك فلوس كتير قوي. ها انا عايز حاجه صغيره، يعني نسبه كده 80%. 80% نسبه يا ابني؟ انا خلاص الفلوس كلها خدتها وحطيتها عربون في محل جديد في الشارع اللي ورانا يا معلم. اخلص منك، سافر بقى يا رمزي. حمدي، ازيك حمدي؟ عادل، ازيك عادل؟ وحشني. ازيك حمدي؟ الحمد لله. والله بجد يا حمدي انا مش عارف اشكرك ازاي، يعني انت عملت فيا جميل العمر كله بجد. كنت هروح في ابو نكله يا معلم. لا ما خلاص، لا في ابو نكله ولا ابو فجل خلاص. قصدك ايه؟ قصدي يعني الشارع اللي فيه البازار بتاعك، شارع الترولي ده، طلع كده كنز وضيق من الجنب، فحولت على الشارع اللي بعديه اوسع شويه، الشارع اللي وراك على طول، واجيب بقى حفارات واحفر براحتي. يا عم انت عايز تحفر وخلاص؟ احفر يا عم احفر، وعلى ضمانتي انا لو اي حد كلمك صدرنا انا. ما ينفعش، اصحاب المحلات هيزعلوا، عشان كده غيرت المسار. غيرت المسار؟ خلاص يا دولة ما تزعلش نفسك يا عم، هم من اللي خسرانين يا دولة. يعني هم هيلاقوا يعني بازار احلى من البازار بتاعنا فين عشان يقعدوا يحفروا فيه. بس يا غبي يا غبي، انا كده اتخرب بيتي، هعمل ايه؟ هرجع الفلوس بتاعت المحل وبتاعت البضاعه ازاي؟ اتخرب بيتي. اتخرب، ابعد عني، ابعد، سافر يا رمزي، اطلع على سويسرا، اهرب من سويسرا يا عم، مش معنى انت. يلا يلا اطلع برا، اتكل على الله، اطلع برا، مش عايز اعرفك، مش عايز اعرفك. انا فعلا ندمان على المدرسه اللي انت كنت معايا فيها. اتخرب بيتي. ضيعت نفسك بنصحتك يا ابو العريف. بص يا سناء، مش ناقصاكي والنبي، ما حدش يقطمني، انا مش ناقص تقطيم يا جماعه. طب بص يا بيبي، ايه رايك ترجع لهم فلوسهم وتاخد البازار والبضاعه؟ ايوه الحكايه مش بالسهوله دي يا اخوانا. وبعدين هقول لهم ايه؟ هقول لهم امي خفت يعني؟ ايه ده، هو انت قلت لهم امك عيانه عشان تبيع؟ خص عليك، انت مش ابني، انت ابن الشوارع. يا ماما المساله مش كده يعني، انا بس كنت بقول لهم كده يعني، كده وكده يعني. ابي عادل، على فكره بقى انت غلطت. يا سلام على المعلومه، انت غلطت، ما انا عارف ان انا زفت وغلطت. طب بص يا عادل، انت تشتري بازار في مكان تاني. يا رانيا يا حبيبتي، المساله مش بالسهوله دي، البازار بتاعي اصلا الله يرحمه يعني ده كان في شارع مميز جدا مليان حركه. ابتدي من الصفر يا عادل. قصدك ابتدي من تحت الصفر يا ماما. بص يا عادل، انت تروح للمعلمين دول وتكلمهم بمنتهى الصراحه، يمكن تصعب عليهم فيرجعوا لك اللي هم خدوه. ماشي يا ماما، انا ممكن اتكلم معاهم، بس ما ينفعش اتكلم معاهم بصراحه يعني، لان صراحه لو اتكلمت معاهم بصراحه ممكن يشنقوني. سامحوني يا معلمين، انا يعني صراحه كنت انسان اناني ووضيع. قول حاجه جديده. زي ايه حضرتك؟ زربان يعني، واطي، خسيس، دني، لوكل. حاضر حضرتك، انا انسان واطي وخسيس ودني ولوكل، وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. من الاخر عايز ايه بقى؟ كنت عايز ارجع يعني المحل اللي هو كان بتاعي ده، وكنت ارجع البضاعه اللي حضرتك خدتها يعني. المحل خلاص باح، جبنا القصب وناقص المكنه، نعصر ونبيع. طب يعني انتوا هتعصروا وتبيعوا، يعني انا هعمل ايه حضراتكم؟ يعني ده حتى الفلوس اللي انا خدتها منكم رحت حطيتها عربون عند راجل نصاب، خد الفلوس دي وكان بيبيع كروت بتاعت شحن، وخد الفلوس كلها وطلع على بره حضرتك. طب لو كنا رجعنا لك المحل والبضاعه كنت هتسد منين؟ يعني كنت ممكن اقسطهم لكم. اطلع بره يا قلق، اطلع. حاضر يا معلم، حاضر. طب يا معلم، والناس اللي مربوطين في رقبتي دول اللي انا بصرف عليهم حضرتك، ده انا عندي ستات غير الجزمه اللي بصرف عليها حضرتك، اجيب لهم فلوس منين حضرتك؟ صعبت عليا يا علي. ربنا يخليك يا معلم، ربنا يخليك. والله يا معلم هقعد ادعي لكم كلكم، لا ادعي لكم كلكم. خلاص خلاص، هشغلك معايا في المحل. هتشغلني يا معلم؟ تقشر القصب وتعصر. اقشر واحصر؟
حاضر يا معلم، اشرهولكو واعصرهول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